من أرض طهرتها القداسة وسير الرجال الطاهرين المطهرين، وتحت سماء رفعها الدعاء إلى حيث الألوهة والرضوان، ومن سلسبيل ماء نقي سرى في الأجساد، فمنحها القوة والعزيمة على المضي في حب الله جل وعلا. جاء العالم الجليل آية الله الشهيد السيد حسن بن الفقيه الزاهد الورع، آية الله العظمى، المرجع الديني، السيد ميرزا مهدي بن السيد حبيب الله الحسيني الشيرازي، والذي ينتهي نسبه إلى سيد شباب أهل الجنة، الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام. وقد ولد المجاهد الشهيد في مدينة النجف الأشرف بالعراق، عام الف هجرية الموافق لعام الف ميلادية وعلى هدي جده الشهيد سار السيد حسن في نشأته حيث احتضنته الهداية متمثلة في رؤى والده الفقيه الورع والتي صاحبها في مطلع حياته إلى كربلاء المقدسة ليعيش بجوار مرقد جده ومن الحضور القوي لصرخة التاريخ المدوية والتي صنعها الجد بدأت ملامح الوعي الديني الإسلامي والفكري الثقافي تتفتح من هناك من كربلاء أرض الشهداء كانت له سمات خير كثيره من جملتها الجهد والزهد، كان منذ أن عرفته وعشت معه وإلى آخر حياته يواصل هاتين الخصلتين لكل جد ومثابرة كانت دائما الفكر والعمل في سبيل الله تعالى وفي سبيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تربي السيد الشهيد الشيرازي في بيت المعرفة وفي أحضان العلم والفضيلة والورع والتقوى وكان لوالده المقدس آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي الدور الأبرز في صقل شخصيته، لكي تكون شخصية إيمانية متكاملة الأبعاد والجوانب. علاقة الإمام الشهيد في مرحلة الطفولة بوالده تصلح لأن تكون مادة للبحث. فهي ترسم عبر ملامحها صوره الاب بوصفه حاملا للمعرفه الموروثه وواهبا لوديعه بثها الخالق في سلاله اريد لها ان تكون حكايتها امثوله للبشر عموما وللمسلمين خصيصا فالاب هنا وهو سليل اسره حملت اعباء العلم والمرجعيه والفتوى والتقليد والقيام باعمال الامه منذ اكثر من مائه عام وقد دفعت هذه العائله ضريبه الحق ضريبه الحق الذي جاهرت بالدفاع عنه فجاء منها الشهداء كما جاء منها دوام الاجتهاد والدفاع عن السيره المطهره لال بيت الرسول صلى الله عليه وعلى اله اجمعين الامام الشهيد المفكر الاسلامي السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه تميزت عائلته المباركه بصفات عديده، كان من ابرزها انها كانت عائله العلم، كما كانت عائله التقوى، كما كانت عائله العطاء، كما تميزت بجماهيريتها وشعبيتها ومحبوبيتها، كانت عائله الشهيد الشيرازي عائله العلم، الميرزا الشيرازي الكبير الميرزا محمد حسن الشيرازي انتخب كمرجع اعلى للشيعه، واشتهر عنه بانه هو الاعلم في ذلك الزمان، وكان ذلك هو سر الانتخاب بالاساس. كذلك الميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثوره العشرين وهو خال الشهيد السيد حسن الشيرازي عرف في الاوساط بالاعلميه وانتخب ايضا كمرجع اعلى للشيعه في ال. ارجاء الكره الارضيه او على وجه البسيطه كذلك الميرزا عبد الهادي الشيرازي وهو ابن عم والد الشهيد السيد حسن الشيرازي انتخب كمرجع اعلى للشيعه وكان يتميز بدقته الشديده في تحليلاته العلميه كذلك اخوه اية الله العظمى السيد محمد الشيرازي لقب بسيد الفقهاء ولقبت موسوعته بسيدة الموسوعات الفقهية، وكان بحرا متلاطما من العلم والمعرفة بشتى جوانبها. والده ايضا المقدس الميرزا مهدي الشيرازي تميز بالعلم وبالورع والزهد كما هو معروف، فاذا هذه العائلة تميزت أولا بالعلم. ثانيا تميزت بالتقوى، القصص التي تنقل عن تقوى أعلام هذه الأسرة، قصص قد تكون نادرة في التاريخ. فتلمذ الإمام الشهيد على أيدي جملة من العلماء الأفاضل شكلت معارفهم بالإضافة إلى معارف والده أرضية صلبة منحته القوة لأن يكون محركا معرفيا لعدد من الأجيال الشابة ومن هؤلاء آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني آية الله العظمى الشيخ محمد رضا الاصفهاني اخوه الاكبر آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي في الحقيقه السيد الشهيد تتلمذ على والده السيد آية الله العظمى السيد مرزا مهدي الشيرازي وتتلمذ بعد ذلك على اخيه آية الله العظمى السيد الشيرازي وعلى الاساتذه المشهورين المعروفين يوم ذاك في مدينه كربلاء في الحوزه في مدينه كربلاء المقدسه امثال الشيخ الخراساني والشيخ وغيرهم من الاساتذه المشهورين تتلبذ عليهم اخذ العلم منهم وكان وهذه ميزه فيه كان فطنا بالغ الذكاء يستوعب العلوم بسرعه وبقوه يتلقى هذه العلوم ويستوعبها فنبغ في العلوم التي تلقاها نبغ في الفقه والصرف والنحو والاداب وتفسير القران والعلوم الحوزويه الاخرى اضافه الى العلوم الاخرى التي هي يسموها دروس خارج الحوزه تلقاها بقوه وبنشاط واستوعبها ونبغ فيها. هذه العلاقه المتينه مع العلم والعلماء دفعت بالإمام المجاهد لأن يكون راية علم متحركة ومتوثبة. فقد وصل في مراحل دراسته إلى المرحلة العليا في الفقه والأصول ونال درجة الاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية كما درس العلوم الحديثة ونبغ في المعارف الاخرى كالادب والشعر والبلاغه. وهكذا جمع الامام الشهيد بين صفتين من المعرفه هما عالم الاصول وعالم الحداثه. لتكون معرفته هي جسرا بين عالمين يتقاربان في الاجتهاد وفيما انتجه من معارف تاليه. في ذلك الزمان لم تكن عندنا كتب اسلاميه تصلح للشباب. بمعنى ان العلماء كانوا يعتمدون على المصادر اما عامه الناس وخاصه الشباب المثقف وحمله الشهادات وطلاب الجامعات لم تكن عندنا كتب نقدمها لهم اي تخاطبهم بما يتناسب مع ثقافتهم ومستوياتهم العلميه والسيد كانت مؤلفاته تتناسب مع هذه الطبقة من الناس. ثانيا تميزت مؤلفات السيد بالفصاحة والبلاغة العالية. وكثير من كتبه كانت تصب في هذا الجانب، أي أنها لم تكن مجرد كتب بلاغية وإنما كانت تؤسس للبلاغة والفصاحة مثل كتابه العمل الأدبي، مثل كتابه الأدب الموجه التي تبين مستوى رفيع من البلاغة والفصاحة عنده بالإضافة إلى أن كثير من كتبه كانت تعالج قضايا كانت مطروحة في الساحة مثلا حول الاقتصاد مجموعة الكتب التي ألفها حول الاقتصاد وفي ذلك الوقت هذه الكتب كانت يعني الساحة محتاجة إليها باعتبار أن الحركات اليسارية كانت تتحدث عن الاقتصاد وتقول ان الاسلام لا اقتصاد له وان الاقتصاد انما ينحصر في الاقتصاد الاشتراكي او الاقتصاد الراسمالي وباعتبار الاقتصاد الراسمالي كان قد اضر بالناس في ذلك الوقت فاذا لا بديل الا الاقتصاد الاشتراكي ومن ثم الحركه اليساريه التي كانت تعتمد على القضيه الاقتصاديه. السيد تصدى لهذا الامر وكتب كتبا في الاقتصاد الاسلامي. عاش الامام الشهيد في العراق حياه مليئه بالجهاد والنضال وفي تفاصيل التاريخ وقائع لا تخفى ولا تغيب. ففي العهد الملكي والاستعمار البغيض قام اية الله الشهيد بدورين اساسيين. اولهما تنبيه المسؤولين والسياسيين عما يحدث في الواقع. واخبارهم عما يحتاجه الشارع من حاجات. وقد ظهر اثر حركه الامام على الناس الذين وجدوا فيه صوره لاحلامهم وعلى المسؤولين ايضا والذين راوا في حركته تهديدا لجورهم ومصالحهم فكانت النتائج لا تخرج عن التوتر في علاقتهم معه. آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه واجه تهديدات كثيره وعديده وخطيره بل في الحقيقه ان حياه الشهيد السيد حسن الشيرازي كانت سلسله متصله الحلقات من المخاطر ومن التهديدات وما ذلك الا لانه كان على الحق ويعمل للحق وكان لا يخشى في الحق شيئا ولا تاخذه في الله لومه لائم الشهيد رضوان الله تعالى عليه الشهيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في الواقع كانت حياته سلسله من المخاطر وسلسله من التهديدات لانه لم يكن يخشى الا الله، كان يشوف كلمه الحق. ولذلك واجه البعثيين في العراق بتلك الضراوه في احتفال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وفي مناسبات اخرى واشعاره المدويه لا تزال تطبق الاجواء. لا السجن يرهبني ولا الإعدام وفضح البعثين وفضح الحكومات الطاغوتية والطاغية المتعاقبة في العراق وأيضا كان ديدنه ودأبه وكانت مسيرته في الحياة هي التصدي لأي ظلم ولأي طاغوت ولأي ضلال أيضا ضلال فكري أو عقدي أو ما أشبه ذلك فكانت حياته سلسلة من المخاطر لكنه رضوان الله تعالى عليه واجهها بمزيج من التوكل على الله سبحانه وتعالى، كانت هذه الصفه تطبع حياته بشكل رهيب. كان حقيقه قد علق قلبه لله بالله. من الواضح ان الانسان عليه ان يمارس سلسله من الاسباب الطبيعيه وان يلتزم بمنهج الاسباب والمسببات، اعقل وتوكل. هذه الحركه السعيده بمبادئها واهدافها تكرست لدى الشعب العراقي وذاكرته النابضه في حوادث خطيره. كادت في غير مرة أن تؤذي آية الله الشهيد أو أن تقترب من أحد أفراد عائلته، خاصة وأن الإرث النضالي ضد الطغاة والمستعمرين كان ميزة وصفة رافقت سيرة العائلة. إذا نحن أمام شخصية فريدة أرادت أن تكرس كل تفاصيلها في سبيل الجهاد. وهذا ما تفصح عنه كتاباته في مجلة الأخلاق والأداب والتي لم تكن أقل أثراً على عملاء الاستعمار مما جعلهم يحاولون اعتقال آية الله الشهيد مع أخيه الراحل المجدد الثاني الإمام محمد الشيرازي واجه المشاكل بمزيج من التوكل على الله من التوسل بأهل البيت عليهم السلام ثانياً ومن الشجاعة كان رجلا شجاعا الى ابعد الحدود حتى كان الله كان لم يخلق الله سبحانه وتعالى في قلبه ذره من الخوف كان يواجه الطغاه والدكتاتوريين بقلب من الحديد بل اقوى من الحديد كالزبر الحديد واجهها ايضا المشاكل والتهديدات اضافه الى ذلك التوكل والتوسل والشجاعه بالمبادرات وبالمبتكرات، كان يبتكر حلول لهذه المخاطر ولهذه المشاكل ويكتشف السبل لكي يتصدى للطاغيه او للضال وللمنحرف ولامواج الضلال والانحراف الغربي والشرقي ولامواج البدع والضلالات، كان يتصدى بمزيج من الشهامه والشجاعه وبمزيج من الحلول المبتكره والمخارج التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتيسير الامور. دخل الامام الشهيد في معمعان الحراك السياسي العراقي عبر رؤيته التي عارضت تسلط قوه سياسيه واحده على مجمل الحراك المجتمعي وكانت ادواته في هذه المواجهه ادوات سبقت واقعها بكثير فبينما كان الواقع مليئا بالعنف كانت ادوات الامام الشهيد هي فكره وقلمه ولسانه ونشاطاته كنا نعيش في ذلك الزمن مجموعه تحديات، وبعضها كانت تحديات حقيقيه، ربما كانت تتوجه الى حياه الافراد، يعني من كان يتصدى للعمل الديني في العراق في ذلك اليوم، كان يواجه نوعين من الخطر، النوع الاول من الحكومات، والنوع الثاني من التيارات التي ظهرت في داخل الأمة والتي كانت تهدد حياة الأشخاص يعني مثلا الحركة الشيوعية والمد الشيوعي الذي شمل العراق في نهايات عهد عبد الكريم قاسم والسيد تصدى لهذا الانحراف في داخل الامه حيث ان القضيه لم تكن مجرد قضيه نضال يخوضه الشيوعيون ضد الظلم انما تحول الى عمل ثقافي ضد الايمان بالله عز وجل والايمان بالدين بشكل عام ومن لا يقبل كان يقتل يتم اغتياله يسحل وهو حي في الشوارع الى ان يموت بالاضافه الى ان السيد ايضا تحدى او واجه تحدي الحكومه والخطورة كانت أن الحكومة تصفيه وقد تعرض أيضا لهذين النوعين من الخطورة لكن بشجاعته لم يكن يبالي بأي خطر يتوجه إليه ذهب حكم عبد الكريم قاسم بعد فترة من المعمعة السياسية وأتى حكم جديد كان على راسه عبد السلام عارف وبالتعاون مع حزب البعث العفلقي في العراق ولما يختلف الواقع عما كان يدور فيه ايام الحكم السابق وهكذا وجد الامام الشهيد نفسه في مواجهه مع الدكتاتوريه والتسلط الحزبي فقرر ان يواجهه وهكذا جاءت قصيدته الشهيره التي هجا فيها الواقع السياسي العراقي انذاك قل للعزيز أصابنا الضراء فحياتنا داء وأنت دواء أرض العراق مجازر ومآتم والرافدان مدامع ودماء والشعب آخر ما يفكر فيه مسؤول وأهداف الورى أهواء والشعب ان يذكر فللتضليل لا ليسوده الحكماء والشعب للحكام ملحمه الهوى ووليمه يرتادها الامراء لا ذل الا للشعوب وانما للحاكمين الكبر والغلواء وتحت وقع ترداد الجماهير لقصيده الامام الشهيد وتفاعل اثرها في النفوس أمسى مجاهدنا تحت دائرة الخطر، فجاءت إليه المشورة بأن يغادر الواقع العراقي مؤقتاً، بينما تتضح الصورة، فقام بالهجرة إلى لبنان. ربما كان السيد الشهيد -رضوان الله تعالى عليه- بما حمله من روح التصدي في العراق، هو من أوائل من نقل نشاطه إلى داخل لبنان. وقام بتأسيس بعض المؤسسات منها دار الصادق وهي باعتراف الجميع اول دار رساليه دينيه بحته تأسست في لبنان لأتباع مذهب أهل البيت قبل ذلك كانت هنالك دور يملكها بعض المؤمنين لكن لم تكن دور رساليه كانت دور تجاريه فتطبع مختلف الكتب لكن دار الصادق هي اول دار تاسست على اساس طباعه الكتب الدينيه فقط. يوم اسس المرحوم الشهيد اية الله السيد حسن الشيرازي دار الصادق، ذاك اليوم الشيعه ما كان عندهم دار نشر لا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان. هذه كانت الدار الاولى، دار النشر الاولى التي اسسها السيد الشهيد وتبنت طبع ونشر كتب كتب الدين والتاريخ والعلم والثقافة والمعرفة واستمرت الدار لسنوات متتالية حتى بعد شهادته رضوان الله تعالى عليه وسقط حكم البعث العفلقي الأول في العراق وجاءت سلطة عبد السلام عارف فعاد الإمام الشهيد إلى عرينه وجاء الى الحاكم المتسلط بالموعظه الحسنه ولكن الحاكم ماطل واستمرا ان تكون سلطته هي الاعلى فجاءه الموت في الاعلى فانفجرت طائرته وتولى الحكم بعده اخوه عبد الرحمن عارف والذي لم يستمر طويلا في الحكم في فتره لم يهدا فيها امامنا الشهيد عن الدفع الى المواجهه عبر الكلمه والنصح وكما جاءت هذه القوه السياسيه عبر الاله العسكريه لا عبر اراده الشعب ذهبت ايضا حين قامت زمره عفلقيه بالاستيلاء على السلطه ولتبدا معها فتره قاسيه من النضال كرس فيها الامام الشهيد نفسه انموذجا للفكر الانساني المقاوم ففي يوم من اوائل شهر ربيع الاول عام 1389 هجرية الموافق لحزيران من عام 1969 ميلادية قامت القوى الامنيه باعتقال الامام الشهيد ونقلته فورا من كربلاء الى السجن المعروف باسم قصر النهايه سيء الصيت بدأوا مرحلة اعتدائهم على رجال الدين بالسيد الشهيد المرحوم السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه فحاصروا دارته التي كان يسكنها هو واخوه اية الله العظمى الفقيد السيد محمد الشيرازي حاصروا البيت بقوات الامن والشرطه واخذوا السيد معتقلا وذهبوا به الى غياهب السجون ثم غيبوه وغابت أخباره عن الناس جميعا وعن أهله بعد ذلك بعام تقريبا فتحوا له الزيارة فذهب الناس أصدقاء أهله لزيارته أنا كنت ممن ذهب لزيارته في مدينة بعقوبة في سجن بعقوبة دخلت عليه لا زالت صورته التي أثرت في نفسي تركت أثرا عميقا في نفسي لا زالت تلك الصورة في ذهني وفي خاطري. رايته وقد عذب عذابا نكرا. كانوا قد نتفوا شعر راسه ولحيته، احرقوا اجزاء من بدنه باعقاب السجائر كانوا قد مارسوا معه التعذيب البالغ، التعذيب الشديد ولكن السيد رضوان الله تعالى عليه رغم كونه معذبا وفي السجن استقبلنا ببشاشته المعهوده وابتسامته المعروفه سلمنا عليه زرناه وزرناه مره اخرى وزارته والدته المرحومه رضوان الله تعالى عليها وكثير من الناس زاروه في معتقله ثم على الظاهر حكموا عليه بالاعدام ثم خفضوا حكم الإعدام الى عشر سنوات ثم وبجهود العلماء والمراجع والشخصيات الكبار مارسوا ضغطا شديدا ومحاولات جاده متواصله لأن يطلق سراحه فاطلقوا سراحه. وبعد رحله طويله من الصمود أطلقت السلطات سراح الإمام الشهيد ليعود إلى أتباعه ومحبيه. وقد خلف لديه السجن اثرا جسديا متعبا عبر اساليب عديده ومتنوعه من التعذيب ولكنه لم يوهن او تضعضع عزيمته فعاد الى نشاطه ولكن كان يشعر ان هذا الافراج ليس اكثر من هدنه بينه وبين النظام الحاكم فقرر ان يغادر العراق للمره الثانيه فهجر الى لبنان ودخل الى المستشفى بعيد وصوله الى بيروت وذلك لمعالجه الالام والاثار التي تركها التعذيب الوحشي على جسده الطاهر ولتبدا بعدها رحله جهاد اخرى بميدان ليس اقل شانا من السياسه والنضال الفكري السياسي ذهب الامام الشهيد في عمله وجهاده خارج الوطن الى مسارات جديده مهمه تستشرف المستقبل فقد تركز عمله على اقامه المؤسسات التي تنهض بالوعي الديني والعلمي لطلبه العلم فكانت المساجد التي اسسها عديده ومثلها كان عديد الحسينيات التي انشئت بتوجيهه او كانت قديمه فجددت ورممت وقد امتدت حركة التنوير هذه في كل البقاع التي وطأت فيها قدماه. من سوريا إلى لبنان إلى سيراليون وساحل العاج في إفريقيا، مرورا بدول عربية أخرى. وكأمثلة على هذه الحركة الإعمارية الإيمانية النشطة، نتذكر عددا من المساجد التي أسسها في سوريا، وما زالت الى اليوم تشهد بصنيعه غير ان هاجس الامام الشهيد لم يكن ليكتمل في التحقق دون ظهور الحوزه العلميه الزينبيه والتي كانت اول مؤسسه دينيه يتم تاسيسها على يده رحمه الله وقد لاقى مصاعب كثيره في سبيل ذلك وكان الهدف من تاسيس الحوزه أن تشكل منبرا دعويا حقيقيا حين تكون مجاورة للمرقد الطاهر للسيدة زينب الكبرى عليها السلام. واليوم تزدهي الحوزة العلمية الزينبية بالنشاط الكبير الهادف إلى إعلاء القيم الدينية وشرح طبيعة مذهب آل البيت عليهم السلام. السيد انتقل إلى سوريا. واسس هذه الحوزه التي كانت في البدايه موضع تعجب من قبل كثير من العلماء انه وما فائده تاسيس الحوزه في دمشق؟ لان دمشق تاريخها يتنافى مع هذا الهدف، لكن السيد اختار مقام السيده زينب سلام الله عليها وكانت محترمه عند الشيعه والسنه. فاسس حوزه وجلب اليها وشجع اناسا من ناس يعني البلد من نفس ابناء البلد وناس من بلاد اخرى ولكن هذه الحوزه كانت مباركه الان توجد 25 حوزه اسسها العلماء والمراجع الكبار وكانت بدايتها في الحقيقه هي حوزه السيد الشيرازي رحمه الله التي سميت بالحوزه الزينبيه الآن هذه الحوزة نشطة أولا تهتم بالمناسبات وهي الآن المرجع في لكثير من مناطق سوريا بل ولبنان مرجع للاسئلة الشرعية مرجع للنشاطات الدينية يفد اليها كل من يأتي من تقريبا لبنان أو غير لبنان من العالم الإسلامي وتحتضنهم هذه الحوزة هذه كانت فكرة السيد الشيرازي وفي لبنان قام الإمام الشيرازي بتأسيس مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه عام 1391 هجرية الموافق لعام 1971 ميلادية كنوات لتأسيس حوزة علمية في لبنان وقد قام الإمام الشهيد باستئجار بناية تناسب الهدف المراد، وحين أعلن عن المدرسة، دب النشاط فيها، إذ جاءها طلبة العلم من كل حدب وصوب، ولا سيما من الدول الإفريقية حيث تجتمع الجاليات اللبنانية. غير أن ظروف الحرب الأهلية اللبنانية أوقفت تنامي المشروع بسبب فقدان الأمن والاستقرار. انتم تعلمون ان المدرسه التي اسسها السيد الشهيد الراحل ايه الله السيد حسن الشيرازي المعروفه بمدرسه الامام المهدي في بيروت كانت يعني من المدارس الاولى التي تبنت الفكر الاسلامي والا في المدارس كانت يوم ذاك مدارس حكوميه ومدارس مسيحيه ومدارس يعني علمانيه مدرسة الامام المهدي كانت المدرسة الدينية الاسلامية الوحيدة تقريبا، مدرسة الامام المهدي فكان لم يكن الهدف ان يجمع مجموعة من الصبية ويعلمهم الدين والقرآن فقط لا بل كانت مدرسة تربوية تعلم وتؤدب وتهذب وتنشئ جيلا من الواعين والمثقفين والمفكرين والادباء الصالحين لقياده الامه. وهذا يعني علمنا بهذا الهدف يكفي ان نعرف مستوى مدرسه الامام المهدي. لم تكن مدرسه فحسب بل كانت دارا لتخريج المفكرين والعلماء والقاده المستقبليين وهذا ما حصل بالفعل يعني. اما مكتب جماعه العلماء فقد جاءت الرغبه بتاسيسه بسبب الفراغ العقائدي الذي عانت منه بعض المناطق اللبنانيه ولهذا قام الامام الشهيد بتاسيس المكتب ليمارس مهماته عبر ارسال العلماء الى المدن والقرى اللبنانيه للوعظ والتوجيه والارشاد ونشر الكتب الدينيه والعمل على حل مشاكل الجنوب ومساعدة المشردين والقيام بنشاطات سياسية على الساحة الداخلية والخارجية. السيد الشيرازي الشهيد في هذه الفترة من القرن العشرين لما أدرك أهمية لبنان وموقعية لبنان السياسية والاجتماعية والحضارية فكر ان يبدا حركته من لبنان باعتبار ان لبنان جسر بين الشرق والغرب واليه تاتي الثقافه الغربيه ومنها تاتي تخرج الثقافه الاسلاميه ولذلك بدا بمشاريع اول شيء دار نشر. ثانيا تاسيس حوزه واسس حوزه كان قوامها اساتذه بعضهم من العراق ولكن قسم منهم كان من لبنان وطلابها كلهم كانوا من لبنان هذا المهم انه كان لبنانه من البلد من نفس لبنان واستمرت هذه المدرسه مده وخرجت عناصر جيده فيما بعد هذه العناصر وهؤلاء الطلبه وهؤلاء المتخرجون انتشروا في بعض البلاد وفي لبنان وكان لهم اثر في نشر التشيع وتجديد حياة الشيعة فكريا من جديد وعلى صعيد الحراك الدولي فقد حفلت حياة الإمام الشهيد في المنفى بنشاط سياسي واجتماعي هائل إذ شكلت حركته رافعا وجسرا لتعاليم وقيم الإسلام الحقيقية إلى عدد من بقاع الأرض التي كانت عطشة لهكذا صوت ففضلا عن زياراته المتعدده الى بيت الله الحرام لتاديه فريضه الحج واستغلاله لها من اجل التواصل مع الاخرين والسعي لتحقيق الاهداف العميقه لمذهبه نشط الامام الشهيد في عده بلدان امتدت من العربيه السعوديه الى مصر الى دول الخليج العربي والى دول افريقيا ففي السعوديه وعلى هامش تاديه فريضه الحج اراد الامام الشهيد ان يتم تاسيس رابطه اسلاميه عالميه شامله عبر لقائه بوفود الحجيج القادمه من كل انحاء العالم وعبر لقائه بالمسؤولين القادمين الى الحج بالاضافه الى قيامه بالنشاط الاعتيادي في التبليغ وتوزيع الكتب الاسلاميه هناك وقد حاول في ذات السياق العمل على اعاده احياء عده رموز اسلاميه هامه كسعيه لاحياء زياره مرقد الصحابي الجليل ابي ذر الغفاري بين مكه المكرمه والمدينه المنوره ومحاولته الابرز لاعاده الاعتبار رسميا لمقبره البقيع واعاده بنائها وبناء مقامات ائمه ال البيت عليهم السلام فيها ورغم نجاح محاولاته في ذلك عبر استحصال الموافقات الاساسيه الا ان العمليه خضعت في النهايه لاعتبارات سياسيه لتبوء المحاوله بالفشل بعد ان امست قريبه جدا من متناول اليد هذا النشاط الهائل للامام الشهيد جعله عرضه لمحاوله اغتيال دبرت له من قبل النظام العراقي البائد باءت بالفشل بعد ان تنبه الامام لها مما جعله ينهي زيارة الحج في موسم عام 1392 هجرية الموافق لعام 1973 ميلادية في البقيع كما تعرفون أكثر من عشرة آلاف من صحابة رسول الله وتضم أربعة من أئمة أهل البيت الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق وهم كبار أئمة أهل البيت وكان هنالك بناء قائم تحت عنوان جنة البقيع تم هدم هذا من قبل الظلاميين من قبل أولئك الذين كانت مصيبتهم في دينهم على أساس أن هذه بدعة هذا عمل شرخ كبير في داخل الأمة ما بين أتباع مذهب أهل البيت وما بين بعض الفئات الأخرى سيد حاول إعادة بناء قبور أئمة المسلمين في البقيع وذلك عبر التعاون ومحاولة التأثير على النظام السعودي وجلس عدة مرات مع ملك فيصل في ذلك الوقت وكان ملك المملكة العربية السعودية وأقنعه ولكنه قال أنه أقنع علمائنا قال لا بأس وحددوا موعد لكي يجتمعوا بعلماء السعودية في ذلك الوقت لكن لأمر لا نعرفه في الحقيقة ألغي هذا الاجتماع ومن ثم ألغي المشروع بأكمله ولا زال يعني لا تزال الأمور كما هي عليه ولا زال هدم قبور أئمة أهل البيت في البقيع هو شرخ يمنع توحيد هذه الأمة خاصة وأن السيد أيضا كان يعمل في مجال آخر، وهو أن الله أمرنا بالتمسك بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هم ما نتفق عليه، وهم أئمة أهل البيت. الأمة قد تختلف في أمور، لكن تتفق على أن أئمة أهل البيت هم رجال عظام ومن أهل الجنة. من يشك اما زيارته لمصر فقد جاءت نابعه من رغبته في وضع حد للتفرقه القائمه بين المسلمين والتي نخرت كيان الامه الاسلاميه ومن اجل ذلك التقى في مصر بشيخ الازهر الشيخ محمود شلتوت والذي افتى وبجراه بجواز التعبد بمذهب الشيعه مذهب اهل البيت عليهم السلام وانه كسائر المذاهب الاسلاميه صحيح وجائز ورغم تاسيسهما معا لعده نشاطات مستقبليه تساهم في تحقيق الاهداف المشتركه الا ان رحيل شيخ الازهر ومفارقته الحياه اوقف شيئا من هذه الاهداف من جهه ثانيه سعى الامام الشهيد لاجراء مباحثات مع شيخ الازهر الذي حل مكان سابقه وهو الشيخ عبد الحليم محمود وذلك عبر ارساله لوفد من العلماء اليه الا ان ظروف شيخ الازهر حالت دون اجراء مثل هذه المباحثات مما اجل هذا المشروع رغم محاولات الامام الشهيد لذلك وفي المجرى ذاته سعى الامام الى اعاده تجديد مرقد مالك الاشتر النخعي رضوان الله عليه في احدى ضواحي القاهره إلا أن الظروف السياسية التي تلت توقيع السادات على اتفاقية كام ديفيد جعلت الأمر متعذرا فبات المشروع رهين ظروف سياسية ملائمة أكثر آية الله الشهيد السعيد السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه في تواصله مع علماء السنة ومع الأزهر بالذات كان يهدف إلى واحد كسر الجليد أولا لأن هناك جليد متراكم من ذاك الطرف بالقياس وبالنسبه الى اتباع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، اكو تصورات، اكو اوهام ما انزل الله بها من سلطان عند حتى يعني قسم من علمائهم عن الشيعه وعن المذهب الجعفري، لكن كتبنا كلها موجوده وهي تشهد شهاده صدق وشهاده حق. فكان الشهيد رضوان الله تعالى عليه يهدف اولا كسر الجليد، ثانيا يهدف اضافه الى كسر الجليد والحواجز النفسيه تعريفهم بأهل البيت الأطهار عليهم الصلاة السلام وفي ثاني زياراته للكويت وفي الوقت الذي كان ظلال نكسة حزيران مخيمة على الأمتين العربية والإسلامية ألقى الإمام الشهيد في الحفل الديني المقام بذكرى المولد النبوي الشريف قصيدته الشهيرة ميلاد القرآن وثورة الإسلام والتي دوت دوي الصاعقة مستنهضة مشاعر المسلمين صوب الامل بالنصر حيث يقول فيها: يا مبعث النور العظيم ومولد القران انك للاماني مورد فجرت عصر النور من عصر الدجا فالنور من لألائه يسترفد ووضعت حدا بين كون مظلم يطوى وكون مشرق يتولد وهتفت بالإنسان اقرأ هذه الأكوان واكتب ما يفيد ويرشد فالله علمك البيان لترتقي فرق السماء فشمسها لك مقعد كان أممي التفكير وكان يفهم الحياة حركة ونشاط كوني وليس في منطقة دون أخرى منذ أن كان في كربلاء المقدسة وقبل أن يخرج إلى خارج العراق كان يهتم بقضايا المسلمين في كل مكان طبعا هو كان الساعد الأيمن لأخيه الأكبر المرحوم الإمام الله العظمى السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. فكل نشاط في الإعراق للسيد الشيرازي الأكبر هو نشاط أيضاً للسيد حسن الشيرازي أيضاً. بالإضافة إلى ذلك كان شخصية معروفة في العالم بكتاباته بنشاطاته بمشاريعه بتصديه لمختلف قضايا الأمة. ولذلك أينما كان يذهب فكان الامر مفتوح امامه باعتباره شخصية مرموقة ومعروفة. وكان يؤمن بضرورة اللقاء مع طائفتين. واحد عامة الناس، اثنين اصحاب القرار. سواء كان اصحاب القرار هم الرؤساء، رؤساء الدول أو العلماء أو أصحاب المشاريع الكبرى في كل مكان كان يذهب إليه. فكان يلتقي بالزعماء والرؤساء. ليس لكي يطلب منهم شيئا. كان ينصحهم كان يطلب منهم ان يفتحوا الطريق والمجال لمختلف المشاريع الدينيه وكان يؤسس فما من مكان ذهب اليه الا واسس نواه سواء نواه لحوزه علميه او نواه لمسجد او حسينيه او ميتم او اي مشروع ثقافي وفي جانب هام من النشاط الفكري والعلمي والمذهبي الذي قام به الامام الشهيد تبدو تجربته في سوريا انموذجا للتسامح والوعي الديني الخلاق وذلك حين اثمرت حواراته مع شيوخ الطائفه العلويه عن بيان اصدره هؤلاء يركزون فيه على الهويه الاسلاميه الشيعيه الاصيله لمذهبهم وقد وقع عليه ثمانون عالما ورجلا من رجالاتهم العلويون طائفه اسلاميه هؤلاء في طول التاريخ اضطهدوا وواجهوا مشاكل من الاخرين ولهذا غيبوا عن الساحه سماحة السيد الشهيد السيد حسن الشرازي رأى أن هذا التغييب والتعتيم على العلويين له آثاره السلبية على الأمة الإسلامية هذا لم يكن تقصير منهم بل هذا كان نتيجة ما فرض عليهم من التعتيم ومن التغيب ومن الأذى للأسف في فترات معينه فالسيد راى ان من الواجب ان يلتحق هؤلاء و بالاصح ان يرفع عنهم النقاب ويعرفون وتعود اللحمه بينهم وبين الامه الاسلاميه وهم جزء من الامه الاسلاميه يقينا ولذلك تحدث مع كبار العلويين واقترح عليهم أن يبرزوا عقائدهم ما دام هم من أتباع أهل البيت عليهم السلام وما دام هم معتقدين بالأصول الدين الإسلامي وفروع الدين الإسلامي ولهم مساجد في مختلف مناطق لبنان وأيضا في مختلف مناطق سوريا ولذلك لا داعي أن يغيب هؤلاء هذا ظلم وقد يكون هذا من اهداف الاستعمار الذي يسعى الى تمزيق الامه الاسلاميه والى تغيب جماعات من الامه الاسلاميه وتركهم مهملين حتى الامه الاسلاميه تضعف وتصغر وقد حفلت الحياه السياسيه للامام الشهيد خارج العراق بالعديد من المواقف الاساسيه التي عبرت عن المبدئيه والسمو الاخلاقي والغيريه على كل ما هو انساني وعربي ويمكن لنا ان نتوقف عند موقفه العميق من القضايا الاساسيه في المسار السياسي العربي وقد عبر عن مواقفه في الكثير من الحوارات الصحفيه التي كانت تجرى معه فقد كان للامام الشهيد موقف متميز من اتفاقيه الاذعان التي وقعها النظام المصري مع اسرائيل المجرمه، وقد عبر عن ذلك في حواره مع مجله الموقف اذ قال: صلح الحديبيه تكتيك، واتفاقيه كام ديفيد استراتيجيه، وايضا قوله: صلح السادات لا يهيئ لفتح تل ابيب امام العرب، وانما لفتح القاهره امام الاسرائيليين. وقد برز موقف الامام الوحدوي حين قال وحده العرب وتحررهم يساعدان المسلمين جميعا على التحرر والتقدم وقد كان من ظواهر الرؤيه الشامله والثاقبه للامام الشهيد تصوره المسبق عن اهميه الجنوب اللبناني في تحديد المسارات السياسيه في المنطقه وهذا ما اثبتته الاحداث التي تلت وعلى مدى عقود ثلاثه إذ قال في تصريح نشرته جريدة الأنوار: إن هذه البقعة من لبنان قد تكون الشرارة لتفجير العالم إذا لم تنتبه الدول العربية والعالمية إلى ما يحصل هناك. وفي سياق قضية الإمام الصدر الذي قامت قوى البغي بإخفائه، تحرك الإمام الشهيد بقوة على المستوى العالمي، باعتباره رئيسا لمكتب جماعة العلماء الشيعة في لبنان، فقام بلقاءات سياسية مع المسؤولين اللبنانيين، وعقد مؤتمرات وندوات صحفية لإثارة القضية وجعلها حاضرة على المستوى العالمي. وقد أرسل الإمام الشهيد بالعديد من البرقيات للملوك ورؤساء الدول الإسلامية، كي يقوموا بأداء واجبهم تجاه الإمام الصدر، بالاضافه لاثارته الامر في العديد من المحاضرات. وفي سياق تفاعلات حركه الامام الشهيد مع الحركه السياسيه في لبنان، يبرز موقفه من دعم المقاومه للمشاريع الفئويه، ودعمه للمقاومه الفلسطينيه التي تهدف الى التحرير، ورفضه لفكره التوطين في حواره مع مجله اللواء السياسي. هنا في لبنان ايضا لم يكن يساوم على شيء. كان قويا كان يريد للبنانيين وهنا جهاده العظيم يريد للبنانيين أن يكون لهم الجرأة على تجاوز الحرب الأهلية اللبنانية وكان يعمل في هذا السبيل وإنني أعرف كم من الليالي والأيام التي جلست لي أن أجلس معه ومع آخرين وكان احد اهم ما يطمح اليه هو ان يوجد العناصر الكفيله بالتاثير على هذه الحرب البشعه التي كان يردد دائما بان هذه الحرب هي من المصائب الكبيره التي لا تصيب لبنان فحسب وإنما تصيب المسلمين وأنه يجب وقفها وأذكر أنه عمل في هذا السبيل ولا بد أن تكون شهادته في لبنان وفي بيروت بالذات و إبان هذه المرحلة الصعبة من الوضع السياسي في لبنان ذات صله بهذا الدور الذي قام به فهو كان من الذين يواجهون الحرب وبالتالي من الذين يشكلون خطرا على المستفيدين من هذه الحرب اللبنانيه وعلى المجرمين فيها وحقا كان لنشاط الامام الشهيد فعاليته المؤثره في واقع كان يحتاج لاياد بيضاء كي تعيد له صفاءه وعلى الضفه المقابله كان ثمه جحافل من الايادي السوداء التي لا تريد للبنان ولا للامه ان تستعيد نهضتها وقوتها فدبرت وخططت ونفذت عملا اجراميا قذرا اودى بحياه الامام الشهيد وفي التفاصيل عندما كان الشهيد الجليل خارجا من محل اقامته في بيروت متوجها الى مجلس التابين الذي عقده لاستشهاد ايه الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس الله سره في مدرسه الامام المهدي عليه السلام وحيث كان مستقلا سياره الاجره احاطته اربع سيارات تحمل مجرمين اطلقوا عليه النيران فاصابته عده رصاصات في راسه الطاهر فلبى ايه الله الشهيد السيد حسن الشيرازي دعوه الحق وشيبته مخضبه بالدماء فنال الدرجه الرفيعه من الشهاده رضوان الله تعالى عليه في كل تصرفاته في أقواله وأعماله حذرا إلى أبعد حدود الحذر والله سبحانه وتعالى حيث أرسل شريعة تستوعب كل حياة الإنسان وتنظم كل تصرفات الإنسان من أقواله وأعماله وتنظم خطرات الفكر عند الإنسان يكون تقواه والحذر منه سببا للنجاح في أي عمل يريد الإنسان. وبعد يا سيدي، كيف أتيت؟ وكيف مضيت في عالمنا الأرضي؟ هذا العالم الذي أردته جزءا من جنة الخالق في عليائه، وأرادوه خرابا. اردته صوره للايمان والانسانيه وارادوه كفرا وبشاعه واسودادا كقلوبهم اردت الحياه سبيلا لمحبه البشر كما كان جدك الامام وارادوها تفرقه وبغضا وكراهيه قاومت بالحب والايمان واجابوك بالنار والرصاص وكنت امتدادا رائعا لسيره الحسين عليه السلام سيره فداء مستمر يصنع تاريخ الايمان ومضيت وها نحن نستعيدك من اوج حضورك لنقول لك يا شهيدنا عليك السلام عليك قلوب المؤمنين عليك الحب والبقاء في الابد